بعد ساعات من الاعتداءين اللذين هز العاصمة البريطانية لندن، عمدة المدينة يهدئ ويطمئن المواطنين والسياح مؤكدا لهم أن الوضع تحت السيطرة وأن مدينته تبقى إحدى المدن الأكثر أمنا في العالم. صديق خان قال: مشاعري تتوجه نحو الذين فقدوا عزيزا والذين أصيبوا في هذا الهجوم. أحد رجال الشرطة قتل وهو يؤدي عمله ويسهر على أمن المدينة. أتوجه بكل مشاعري التضامنية إلى عائلته. أريد أن أعبر باسم اللندنيين عن شكري للشرطة وفرق الإغاثة الذين يعملون بشكل لا يصدق في ظروف صعبة من أجل حمايتنا. رسالتي إلى الذين يريدون النيل منا وأن يحطموا نمط حياتنا كما يلي: لن تنجحوا في ذلك، لن تتمكنوا من تقسيم ولن يخيفنا الإرهابيون. لندن الليلة نامت حزينة.